أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحافية جديدة مع صدى الأقلام، نصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا من صحيفة الجارديان التي نشرت تقريرا أعدته سيمونا فولتين، تساءلت فيه عن الطريقة التي اختفت فيها أكثر من 2 ملياري دولار من خزينة الدولة، أكثر من 2 ملياري دولار إذن من خزينة الدولة. وذكرت أن لغز اختلاس موارد الضريبة لم يحدث على ما يبدو من دون مساعدة جهات في المناصب العليا في البلد، وأوضحت أن العراقيين أطلقوا عليها سرقة القرن والتي كانت حديثة كل الناس في العراق. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن عملية السرقة لم تكن لتحصل من دون مساعدة مسؤولين بارزين. وكشفت أيضا سلسلة من الرسائل الصادرة عن الحكومة في صيف عام 2021 ووقعتها مؤسسات حكومية بما فيها مكتب رئيس الوزراء في حينه، والذي ألغى التدقيق على استرداد الأموال من حسابات مصلحة الضريبة العراقية. خلف الأضواء كان المسرح مهيئاً للاختلاس من موارد الضريبة، فيما ستكون أكبر فضيحة فساد في ظل رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي المدعوم من الغرب، وهي فضيحة مثيرة للدهشة لبلد يأتي في آخر مؤشر قائمة منظمة الشفافية الدولية. وتم سحب أموال الضريبة 2,500,000,000 دولار إلى حسابات شركات وهمية ودون أي وثائق تشير إلى الكيفية التي تم فيها تحويلها، وبمساعدة من مسؤولين فاسدين، وهو ما بدا في تحقيق داخلي من 41 صفحة اطلعت عليها الصحيفة. وتم غسيل الأموال المسروقة عبر مشتريات عقارية في مناطق بغداد الراقية حسب مصادر متعددة. وتقول الصحيفة إن خطة السرقة أشرف عليها رجل أعمال له صلات قوية، ونفذها موظفون في مصلحة الضريبة الذين يحظون بدعم من فصيل مرتبط بإيران هو منظمة بدر. إنها شبكة كبيرة ويقف خلفها سياسيون كبار من النخب القوية التي تقود البلاد، ولا يستطيع رؤساء الدوائر سرقة هذا المبلغ الكبير. هناك اتفاق وكل طرف حصل على حصة. كشف تقرير لموقع ميدل إيستاي البريطاني عن كيفية استخدام إيران ذكرى أربعينية الحسين لبسط نفوذها في العراق والإرسال رسائل لأعدائها. يذكر الموقع أن أربعينية الحسين تستخدمها إيران لتأكيد دورها في المنطقة لسنوات، وهي استخدمت ذلك الحدث لتعبئة قواتها وتأمين أجندتها السياسية وإظهار استعراض القوة للمنافسين. ولقد أصبح ذلك واضحاً في السنوات الأخيرة وسط مشاركة طهران المتزايدة في العراق والملاحظات بشأن تورط الحرس الثوري. خلال العقد الماضي فرضت العقوبات الغربية والمنافسات والصراعات الإقليمية ضغوطاً كبيرة على المؤسسة الحاكمة في إيران، فكلما زادت المشكلات التي تواجهها السلطات مثل اندلاع الاحتجاجات مؤخراً ازدادت أهمية الأربعين لإيران كدولة ثيوقراطية. إنها بالنسبة للسلطات الإيرانية أداة مهمة لتعزيز الشرعية الأيديولوجية والقومية والدينية. بعد عام 2003 عندما أطاح التحالف بقيادة الولايات المتحدة بصدام من السلطة، فتحت القوى الغربية المحتلة الباب أمام إيران لزيادة نفوذها في البلاد. بعد ذلك بدأت رحلات الحج المنظمة على نطاق صغير. منذ ذلك الحين نمت الأربعين وأصبحت تزداد أهمية بالنسبة للسياسيين في طهران كتعبير عن القوة الإيرانية. وجود السلطات الإيرانية في العراق واجه مشاكل، خاصة منذ اندلاع حركة الاحتجاج في عموم العراق عام 2019، لكن أحداثاً مثل الأربعين ساعدت في توسيع وجودها المادي هناك، ولن يتم التراجع عن ذلك بسهولة. إلى الكاتب علي حسين في صحيفة المدى الذي ذكر أنه مع لاني صافرة الحكم بدأ أولى مباريات كأس العالم. تحولت القنوات التلفزية في كل مكان، ومعها وسائل الإعلام الأخرى تحول صوب ملعب البيت في قطر.
ولك أن تتفاخر عزيزي المواطن العراقي، فإن أحد الملاعب التي تقام عليها هذه البطولة نقش عليها اسم المعمارية العراقية زها حديد. لك أيضا عزيزي المواطن العراقي أن تشعر بالراحة، إذ ستغيب وجوه مقاولي البرامج السياسية وستتوقف مهرجانات الأكاذيب السياسية، بحسب تعبير الكاتب الذي أضاف أنه في الوقت الذي يتمتع فيه المواطن القطري بمشاهدة نجوم هذه اللعبة، فإننا في هذه البلاد أي العراق نقدم كل يوم مباريات أبطالها يلفلفون مليارات الدولارات من دون أن يشعروا لحظة واحدة بالخوف. في بلاد الرافدين يشاهد العراقيون ماذا صنعت قطر لتقدم للعالم هذا المهرجان الرياضي، ملاعب أشبه بالخيال ومدن تسحر المتسمرين أمام شاشات التلفزيون. وسيعرف المواطن العراقي وهو يتفرج على ملامح مدينة مثل الدوحة مدى الفرق بين بناء ناطحات سحاب وبين دولة تعجز عن رفع النفايات. صرفنا مئات المليارات من أجل أن نثبت للعالم أننا نعشق السيادة، لكننا في الوقت نفسه حرمنا المواطن البسيط من أن يتمتع ولو بشيء بسيط من الرفاهية الاجتماعية. نتحدث عن تجارب الحكومات التي أشاعت نظام الكفاية لكل المواطنين مع شعار الحق في الرفاهية والسكن والصحة والتعليم، في الوقت الذي ما نزال نستمع فيه إلى الأخبار التي تطالبنا بالتصفيق للتجربة الديمقراطية، وفي نفس الوقت الذي تضع فيه قطر نفسها على سلم الدول الأكثر رفاهية. ننتظر في بلاد الرافدين الإعلان عن زيادة في مفردات الحصة التموينية. تستعد روسيا لإبرام صفقة مع إيران تتمكن بمقتضاها من تصنيع طائرات مسيرة على أراضيها، في الوقت الذي توجه فيه الدول الغربية توجه اتهاماتها لموسكو باستخدام الطائرات الإيرانية في حربها على أوكرانيا. وقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن روسيا وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن تصنيع مئات الطائرات المسيرة على الأراضي الروسية، استناداً إلى معلومات استخباراتية حديثة اطلعت عليها وكالات أمنية أمريكية وغربية أخرى. وقد نقلت الصحيفة الأمريكية عن 3 مسؤولين مطلعين قولهم إن المسؤولين الروس والإيرانيين وضعوا اللمسات الأخيرة على هذه الصفقة في أثناء اجتماع أجري في إيران في أوائل الشهر الحالي، مضيفين أن البلدين يتحركان بسرعة لنقل التصاميم والمكونات الرئيسة للطائرات لبدء الانتاج في غضون أشهر. الاتفاق إذا تحقق بالكامل فإنه سيمثل تعميقاً إضافياً للتحالف الروسي الإيراني الذي قدم بالفعل دعماً حاسماً لحملة موسكو العسكرية المتعثرة في أوكرانيا. وذكر مسؤولون أمنيون في دولتين راقبتا التطورات أنه تم الانتهاء من تفاصيل الصفقة الإيرانية الروسية في اجتماع أوائل تشرين الثاني نوفمبر والذي شارك فيه فريق من مفاوضي صناعة الدفاع الروسية سافروا إلى طهران للعمل على المسائل اللوجستية. الحصول على خط التجميع الخاص بها سيمكن روسيا من تحقيق زيادة كبيرة في مخزونها من أنظمة الأسلحة غير المكلفة نسبياً، ولكنها شديدة التدمير والتي غيرت في الأسابيع الأخيرة طابع الصراع الأوكراني المستمر منذ 9 أشهر. وأشارت التقارير إلى أن روسيا استخدمت أكثر من 400 طائرة مسيرة هجومية إيرانية الصنع ضد أوكرانيا منذ آب أغسطس الماضي، العديد منها استهدفت مواقع بنية تحتية مدنية مثل محطات الطاقة. وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً ذكرت فيه أن مباريات كأس العالم في قطر تمثل تتويجاً لجهود دول الخليج في الرياضة العالمية عموماً. فقد ذكرت في تقرير أعدته فيفيان ريم أن استقبال المباراة العالمية وشراء نوادي رياضية عالمية بل والبدء في مباراة دولية للغولف هي أمثلة على محاولة دول الخليج
استخدام ثرواتها لكي تلفت الانتباه والحصول على المكانة العالمية ودعم التنويع الاقتصادي وبناء المصداقية السياسية. ويأتي افتتاح مونديال 2022 تتويجاً لعقد من الزمان ضخت فيه قطر ودول الخليج مليارات الدولارات في الرياضة الدولية المختلفة، ومع وصول أكثر من مليون زائر لحضور المباريات، فالمونديال هو جزء من خطة العائلة الحاكمة الدفع ببلدهم المحافظ نحو الأضواء العالمية، وهي استراتيجية مولتها ثروة الغاز الطبيعي. يقول سايمون شادويك أستاذ الرياضة والاقتصاد الجيوسياسي في مدرسة سكيما للاقتصاد، والذي سافر إلى قطر لأكثر من عقد وشاهد تطورها: السبب وراء كأس العالم هو تمرين أو خطوة تريد من خلالها قطر تأمين نفسها وأهميتها وشرعيتها. وبالنسبة لحكام الخليج الذين يهدفون وبطرق مختلفة إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال الاستثمار في الرياضة، وكذا تعزيز شرعية قيادتها، فهي موجهة بالضرورة للجماهير المحلية أكثر منها للمنطقة أو المشاهد العالمي. وعندما فازت قطر باستضافة كأس العالم قبل 12 عاماً لم يكن الهدف إظهار البلد، فهي مقر قناة الجزيرة والخطوط الجوية القطرية، ويأمل المسؤولون القطريون أن تعزز مباريات كأس العالم مكانتها كدولة متميزة قادرة على الاعتماد على نفسها إلى جانب جيران أقوياء بمن فيها السعودية والإمارات. تنظيم مباريات كأس العالم هي لحظة مهمة لأمة شابة. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر إنه أنت غير، يعني ما تحتاج شيء، إنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك. أكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه وأهله. الوطن هو أغلى شيء في حياة كل إنسان، هو الماء الذي نشربه. وقف التصوير. في صدى الأقلام لنا وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. على حين تستمر القيود المفروضة على مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية في أفغانستان، تسعى فتيات في العاصمة كابول إلى التواصل وتعلم فنون الدفاع عن النفس بممارسة رياضة وهي رياضة ووشا القتالية، إذ تعمل مجموعة من المتدربات الشابات على تشجيع الفتيات على المشاركة في الحياة الاجتماعية بممارسة رياضة ووشا في صالة الألعاب الرياضية في غربي كابول بحسب وكالة الأناضول. تقول مشاركات في التدريب إنهن يريدن مواصلة التدرب على رياضة ووشا التي تتيح لهن فرصة للتواصل الاجتماعي مع الآخرين وتحسين قواهن البدنية وتطوير مهاراتهن في الدفاع عن النفس.
نظمت قطر حفل افتتاح مبهر للنسخة 23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم التي انطلقت أمس لاحد تستمر حتى 18 من كانون الأول ديسمبر المقبل. قد بدأ حفل الافتتاح بمجموعة من الاستعراضات الراقصة التي أشعلت حماس الجماهير. سبقها فقرة غنائية من التراث في بدء الحفل، ثم شهد حفل الافتتاح عرضا خاصا لتميمة البطولة التي تطايرت في الهواء على أنغام الموسيقى. وبعدها ألقى النجم السينمائي الشهير مورغان فريمان ألقى كلمة برفقة الشاب القطري غانم المفتاح سفير النيات الحسنة في قطر. شهد الحفل أيضا عرضا لأغاني أو أغنيات بطولة كأس العالم السابقة، عقبها عرض أغنية متعددة اللغات مع مشاركة المغني الكوري الشهير جون كوك. قبل الختام مشاهدينا، فلنتابع هذا المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. بين عامي 2040 و2050 تقريبا ستتوقف الحياة المتحضرة كما نعرفها على هذا الكوكب، وحتى الانتقال الكامل إلى السيارات الصديقة للبيئة، كذلك الرقابة الصارمة على النسل لن يصلح الوضع نحو الأفضل. هذا ما تنبأ به الكمبيوتر العملاق وورلد وان المصمم للتنبؤ بالأنماط الحضرية وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية. وكانت صحيفة ديلي ستار قد نشرت توقعات وورلد وان لعام 2020 والتي خلصت إلى أن حالة الكوكب ستكون حرجة للغاية. ما الذي تعنيه التوقعات؟ الكمبيوتر العملاق تم تصميمه عام 1972 لصالح مركز أبحاث غير حكومي يضم نخبة من العلماء والاقتصاديين والصناعيين ورجال الأعمال من 52 دولة لديهم اهتمامات مشتركة حول تداعيات الزيادة السكانية والاحتباس الحراري. تأتي توقعات الكمبيوتر متوافقة مع دراسات سابقة بهذا الشأن، ومن أبرزها الدراسة التي أجراها خبراء من مدينة ملبورن الأسترالية ونشرتها مجلة بيبل الأمريكية بشأن انقراض الحضارة الإنسانية بشكلها الحالي جراء الحروب والأزمات الطبيعية والاقتصادية الوشيكة ووصول الانبعاثات السامة إلى حدها الأقصى بحلول عام 2030. ولم تبتعد توقعات كثيراً عن دراسة عالم المناخ يوهانري كاستروم الذي توقع بأنه وفي غضون أقل من 50 عاماً ستبدأ الهجرة الجماعية من مناطق معينة على سطح الكوكب بسبب ارتفاع الحرارة بحسب صحيفة فرانكفورت الألمانية. علماء يؤيدون التوقعات. العالمان جيراردو أكينو وماورو بولونيا بدورهما توصلا إلى أن معدلات الاستهلاك البشري بالمقارنة مع تآكل الغابات سيؤدي إلى تدمير الحضارة البشرية في وقت قريب بحسب مجلة نيتشر العلمية البريطانية. فارتفاع متوسط درجة الحرارة في الأرض بسبب الاحتباس الحراري وارتفاع معدلات الانبعاثات الغازية سيؤدي إلى ذوبان الجليد في القطبين وارتفاع مستوى سطح البحر وحدوث جفاف عالمي في جهات من الكوكب مقابل فيضانات عارمة في جهات أخرى، إضافة إلى اندلاع حرائق الغابات وتحول بعض المناطق إلى أراضي قاحلة وغير مأهولة زيادة على انتشار الأوبئة الفتاكة والمجاعات. فهل ستسارع البشرية لاتخاذ ما يلزم للبقاء
ما رأيكم؟ في ختام جولتنا الصحفية بصدى الأقلام نرى فدائيين تقبلوا تحيتنا.